سعيد جدا الحقيقة بالمشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته 44، وكثير من الناس يعرفون هذا المعرض اللي الحقيقة يعني عمل صدى كبير جدا، وصارت الشارقة وجهة للجميع وكثير من السواح، على اعتبار أن هذا المعرض يعني يستهدفونه الناس اللي عندهم مناسبات سعيدة، الناس اللي حابين أنهم يأخذون ذهب لي بالتأكيد يوم الأم، خطوبة، أعراس جماعية، فيكون هذا المعرض بالتأكيد وجهة الجميع. شهادتي مجروحة في اللجنة المنظمة، الاستمرار في التألق والنجاح هو أكبر تحدي لهم، لأن كل سنة يقدمون ما هو جميل ورائع.